بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن موضوع مهم قوي النهاردة. الموضوع ده هيفيدك في شغلك يعني بطريقة فظيعة. لو انت عندك مثلا ميل سيرفر، لو انت عندك ويب سايت، لو انت عندك اي ديفايس موجود عندك، حضرتك هتحتاج ان الديفايس ده ما ينفعش يقع. يعني الديفايس ده ما ينفعش يقع. طالما الديفايس ما ينفعش يقع، يبقى انا بكلمك في حاجة اسمها الـ HA. كلمة HA معناها High Availability. يعني ايه كلمة High Availability؟ هشرح لك كده قصة وانت هتفهم يعني ايه كلمة High Availability. فاكر لما كان عندنا الدومين كنترولر؟ احنا الدومين كنترولر بتاعنا، انا علشان يوزر يقدر ان هو يكونكت على جهاز موجود عنده، لابد ان اليوزر ده يكونكت بطريقتين مالهمش تالت. عشان خاطر اكتب يوزر نيم وباسورد واخش على جهاز بتاعي، لابد ان اليوزر بتاعي يكون موجود في السام فايل، صح؟ دي اول طريقة. طب اليوزر ده مش موجود في السام فايل، يبقى لابد ان انا عندي سيرفيس اسمها اكتف دايركتوري هي اللي بتخلي اليوزر يخش، صح؟ معنى كده ان لو الاكتف دايركتوري بتاعي ده وقع، مفيش يوزر هيقدر يشتغل، فبالتالي مفيش شركة، صح كده؟ فبضطر ان انا اعمل له ايه؟ اديشنال للدومين كنترولر بتاعي اللي احنا شفناه واحنا بنتكلم عن الدي ان اس، وهناخده ان ديتيلز في كورس الاكتف. فوظيفة الاديشنال ايه؟ ان انكس ان البرايمري بتاعي وقع، الدومين الرئيسي بتاعي وقع، الاديشنال يقوم مكانه، فيبدا ان هو يأوثنتيكيت اليوزرز ويشتغل عادي خالص ومفيش مشكلة، صح كده؟ لو انا عندي ويب سايت، انا شركة كبيرة والويب سايت بتاعي الناس كلها بتأكسس عليه، الويب سايت ده مش موجود على ابليكيشن وليكن ويندوز، لو الويب سايت ده وقع ايه اللي هيحصل فيه؟ محدش هيعرف يخش عليه، صح؟ وقع الدنيا، ومعنى كده ان الشركة وقعت. لو عندي ميل سيرفر، الميل سيرفر بتاعي اللي الناس بتستقبل وتسند وترسيف عليه ايميلات، لو الميل سيرفر بتاعي وقع ايه اللي هيحصل؟ مفيش، خلاص مفيش حد يعرف يسند ايميلات ولا حد ايه. السوفت وير بتاعه حصل له اي مشكله، الويندوز بتاعه ضرب، لا مش قادر اكسسه، داون، الداتا موجود، الباور سبلاي يا عم بتاعه ضرب، ها فيها مشكله؟ طيب معنى كده ايه؟ ان مش هقدر اسند وريسيف. لو عندي ايزا اللي بتخرج الناس انترنت ضربت، مش هقدر برضه اسند وريسيف، صح؟ فقال لك ما احنا لو احنا شغالين باستخدام الاتش اي، والاتش اي ده هتلاقيه في الشركات الكبيره شغالين بيه، يعني 99.9% شغالين بيه الاتش اي او الهاي افيلابيليتي، ان انا يبقى عندي من كل حاجه اتنين. ما هو اتنين، ما اتنين واحد باك اب للتاني، حلو كده؟ لو وقع التاني يقوم شغال على طول مكانه، لو وقع التاني يقوم شغال على طول مكانه، فكده اليوزر ما يحسش باي حاجة. واحد وقع التاني قام مكانه على طول، فدي اللي بيسموها الـ HA او الـ High Availability. تيبيكال من الاولاني، نفس فكره الاديشن. لا 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 لا، هو جهاز موجود عندي، ويب سيرفر عندي منه اتنين، عندي الويب سيرفر على الاتنين محطوطين، حلو كده؟ اليوزر بيكونكت على واحد، لو واحد وقع اخليهم يكونكتوا على التاني. لا انا ماليش دعوه بالسيرفر، ما انا عارف ان السيرفر فيه اتنين باور سبلاي وفيه الكلام ده، لا مفيش مشكله، دي ملهاش علاقه، ده انا بجيب سيرفر وسيرفر تاني. وقع الويندوز بتاعه باظ، مش شرط الباور سبلاي يا عم، الويندوز بتاعه باظ خلاص، لسه هنزل ويندوز جديد ولسه هعمل، لا فالناس تبقى شغاله بالـ HA او الهاي افيلابيليتي اللي موجود. ما هو مستحيل الاثنين هيقعوا في نفس الوقت، يعني ما ينفعش. ها، فده الكونسبت بتاع الـ HA. لغايه دلوقتي فيها مشكله؟
خلينا بس عشان ماشيين خطوه بخطوه. ده الكونسبت العالمي اللي هو اللي اسمه الهاي افيلابيليتي. عندي راوترين، عندي سويتشين، فاهم؟ عندي 2 فاير وول، عندي 2 ميل سيرفر، انا بكونكت عليهم الاثنين ازا واحد، واحد بس. الاثنين شغالين في نفس الوقت. ازاي؟ هنفهم دلوقتي. خلاص كده، يعني عندي من كل حاجه 2، بحيث ان لو واحد وقع الثاني يقوم مكانه. مايكروسوفت بقى، من وجهه نظر مايكروسوفت، مايكروسوفت ما بتسبورتش حاجه اسمها الاتش اي، هي مسمياها بدل الاتش اي هو اسمه اتش اي في اي برودكت ثانيه، هاي افيلابيليتي. مايكروسوفت مسمياها كلاسترنج. الكلاسترنج دي بتاعت مايكروسوفت، خلاص، سواء اتش اي او كلاسترنج. كلاسترنج معناها باللغه، يعني باللغه اللي بالمصطلح العلمي بتاعها، يعني ان عندي من كل حاجه 2، يعني زي الهاي افيلابيليتي بالظبط، عندي من كل حاجه 2 بس مشغلهم از سنجل يونت. مشغلهم از ايه؟ سنجل يونت. ما هو نفس القصه برضو الاتش اي، انا بيبقى عندي حاجتين، يعني عندي 2 ميل سيرفر بس اليوزر شايفهم واحد بس. معايا لغايه دلوقتي؟ عندي مثلا 2 ويب سايت اليوزر شايفهم واحد بس. ازاي؟ هنفهم دلوقتي واحنا بنشرح. ركز معايا في النظري، علشان النظري هو اللي هيخليك تفهم العملي. عمليه الكلاسترنج او الاتش اي دي بتنقسم لقسمين. تنقسم لايه؟ قسمين. حاجه اسمها نون فيل اوفر، وحاجه اسمها فيل اوفر. نون فيل اوفر وفيل اوفر. ايه بقى الكلام ده؟ كلمه نون فيل اوفر يعني معناها ما بيحصلش داون تايم ولو ثانية. هي كلمة فيل اوفر يعني ايه؟ داون، حاجة وقعت، صح؟ فالنون فيل اوفر، النون فيل اوفر ان انا مفيش داون تايم، يعني انا ما عنديش داون تايم في حاجة، فاهم؟ بمعنى ايه؟ بمعنى الويب سايت وقع، اليوزر شغال، ما حصلش عندي داون تايم. ايه؟ الله يفتح عليك. ما هو داون تايم ده اللي هو انا مثلا ايه، جاي بفتح www.yahoo.com، عمرك شفت ياهو وقع؟ هل ياهو ده سيرفر واحد؟ لا، ده 50 واحد، بحيث ان لو واحد وقع التاني يقوم، واحد وقع التاني يقوم، واحد وقع التاني يقوم، واحد وقع التاني يقوم. تمام كده؟ طيب، سواء بقى انا عندي نون فيل اوفر او فيل اوفر، عندي منه نوعين. بس بنعمل الشجره، بعد ما نعمل الشجرة نشرح بقى in details. عندي حاجة اسمها unicast، وعندي حاجة اسمها multicast. unicast و multicast، انا هحاول اكبر لكم الخط شوية. حلو كده؟ ايه بقى الكلام بقى ده؟ النون فيل اوفر والفيل اوفر، وده برضو نفس القصة، في من يونيكاست ومالتي كاست. حلو كده؟ ايه بقى الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ركز معايا، هنتكلم دلوقتي عن اليونيكاست. هنتكلم عن اليونيكاست. اليونيكاست والمالتي كاست فيها برضو نوعين. في حاجة اسمها سينجل،
وحاجة اسمها مالتي. سنجل ومالتي يعني ايه بقى كده؟ خلاص مش هنكتب حاجة تاني. هي كلاسترينج نون فيل اوفر وفيل اوفر، كل واحدة من دي بتتكون من يونيكاست ومالتيكاست. في حاجة اسمها سنجل وفي حاجة اسمها مالتيبل، والمالتيكاست فيها سنجل ومالتيبل، وهنا المالتيكاست فيها سنجل ومالتيبل، وهنا اليونيكاست فيها برضو ايه سنجل ومالتيبل. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا لو عندي اتنين ويب سايت، وده المثال اللي انا هديهم لك، ويب 1 وويب 2. ويب 1 ده واخد 192 168 1 1، ويب 2 واخد 192 168 1 2. حلو كده، واخد واحد واخد واحد واحد، والتاني واخد واحد اتنين. لو انا شغال مالتي كاست، معنى كلمة مالتي كاست ايه؟ او يعني ايه بقى كلمة كلاسترنج؟ الاول نشرح يعني ايه كلمة كلاسترنج. مش انا عندي هنا الاتنين ويب سايت دول كل واحد واخد اي بي، واحد واخد واحد واحد، واحد واخد واحد اتنين، صح كده؟ اليوزر لما يجي يكتب الاي بي، لو عايز يخش على السيرفر الاولاني المفترض ان هو يكتب 192 168 1 1، لو عايز يدخل على السيرفر الثاني يكتب 192 168 1 2، صح؟ فالاولاني يرميه على الويب الاولاني والاولاني يرميه على الويب الثاني، صح؟ ده كده ده الطبيعي او ده العادي. قال لك لا، ما احنا هنعمل حاجه اسمها كلاسترنج. كلمه كلاسترنج يعني انا هاجي على الاثنين ويب سايت دول كده واقول لهم انتوا الاثنين هتبقوا واحد، وانتوا الاثنين هتتشافوا باي بي واحد بس، انتوا الاثنين هتتشافوا باي بي واحد بس، وليكن هقول لهم انتوا الاثنين هتتشافوا بواحد 254. لا 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 لا، مفيش كونفليكت ولا حاجه. لا لا، ما احنا هنشوفها بقى عملي. حلو كده، انا الاتنين دول كده هخليهم يتشافوا باي بي واحد بس، هما الاتنين لهم اي بيين مختلفين، بس هاجي انزل سيرفيس اللي اسمها نتورك لود بالانس، اللي هي بتاعت مايكروسوفت اسمها نتورك لود بالانس. في النتورك لود بالانس اجمع الاتنين وقول لليوزرز لما تحب تشوفهم تشوفهم باي بي واحد. فيها مشكلة كده؟ خلاص؟ اللي هو الاي بي ايه؟ 192 168 1 254. طب 1 254 ده بيرمي على ايه؟ بيرمي على 1 1 او بيرمي على 1 2؟ اي اي بي اي اي بي اي اي بي 1 10. حلو كده، ركز بقى في الحته دي. لا انا كيوزر ولا هعرف 1 1 ولا هعرف 1 2، انا كيوزر هعرف الاي بي بتاع الكلاسترنج بتاع النتورك لود بالانس. حتى لما هاجي في الدي ان اس، لما هاجي في الدي ان اس المفترض ان الويب سايت بتاعي اكتبه بالنيم، ولا الناس بتكونكت على الويب سايت بالاي بي؟ لما بتكونكت عليه بالنيم، صح؟ لما هاجي اريجسترد النيم في الدي ان اس هريجسترد 1254. خلي بالك النظري ده اهم من العملي، النظري اهم من العملي عشان تفهم فيه الكونسبت. بس لو انا بقى شغال يونيكاست، معنى كلمه يونيكاست المفترض دلوقتي ان انا كيوزر لما احب ان انا اكلم الويب سايت بتاعي بعمل كام حاجه؟ بعمل 6 حاجات، صح كده؟ سورس اي بي وديستنيشن اي بي، سورس ماك وديستنيشن ماك، سورس بورت وديستنيشن بورت، صح؟ طيب
السورس بورت بتاعي هيبقى اي حاجه فوق ال 1023 رايح لديستنيشن بورت 80 عشان انا بتكلم على الويب سايت صح كده. ها سورس اي بي الاي بي بتاعي رايح لديستنيشن اي بي الاي بي ده اللي هو بتاع الكلاسترنج صح. طيب سورس ماك بتاعي ديستنيشن ماك بتاع الكلاسترنج ايه بقى الديستنيشن ماك بتاع الكلاسترنج ده نجيبه منين؟ ركز معايا بقى. قال لك لو حضرتك شغال يونيكاست احنا هنيجي نعمل ايه؟ احنا هنيجي نشيل الماك ادرس. هنا كل واحد من دول عليه ماك ادرس صح؟ كل واحد من دول عليه ماك ادرس. اجي اشيل الماك ادرس بتاع ده واحط ماك ادرس بتاع الكلاسترنج اللي هو وليكن مثلا هنديله حرف ام. نشيل الماك ادرس بتاع ويب 1 ونشيل الماك ادرس بتاع ويب 2 ونحط الاثنين بماك ادرس بتاع الكلاسترنج. لا انا ما بشيلش الاي بي. ده على النوت ورك لود بالانس. لا ما هو انت بتختار. لو انت قلت له انا عايز اشتغل يونيكاست هيقوم هو اوتوماتيك شايل لك الماك ادرس بتاع ويب 1 وشايل لك الماك ادرس بتاع ويب 2 ومخلي لك ماك ادرس اللي هو هنسميه مثلا ام اي حرف. حلو كده معايا كده. فانت لما تيجي تبدا ان انت تخش لما انت تيجي تخش تكلم الويب سايت ده بتكلمه على ده على اللي هو ال 254 وبتعمل برودكاست بالارب. الار بيقول ان الاي بي بتاعه 254 يرد علينا بالماك ادرس صح. فالنتورك لود بالانس هيوصل لها المسج هتقوم ايه مدياك ام ده اللي هو الماك ادرس بتاع ويب 1 وماك ادرس بتاع ويب 2. يعني كده الماك ادرس بتاع ويب 1 وبتاع ويب 2 واحد. حلو كده. ها لما يجي بقى وكل ده انا شغال يونيكاست لما يجي بقى ويب 1 يقع تمام انت وانت بتعملها وانت بتعمل النتورك لود بالانس بتدي حاجه اسمها بريوريتي. بتدي حاجه اسمها ايه بريوريتي؟ بريوريتي يعني اولويه زي اللي خدناها في البرينتر خلاص. البريوريتي بتاعتي بتبقى من 1 لغايه 32 علشان اقدر اعمل كلاسترنج ما بين 32 سيرفر بيسموها نود. السيرفر في كلاسترنج بيسموها نود. حلو كده. فاقدر اعمل كام لود بالانس؟ 32. كل بقى واحد بيبقى ليه بريوريتي. فانت مثلا هتدي الاولاني ده بريوريتي نمبر 1 والتاني بريوريتي نمبر 2. ماشي على اي حاجه. لا اللي فوق يعني واحد ده على بريوريتي، اتنين تاني بريوريتي، تلاتة وهكذا. ركز بقى معايا اهو. لو احنا بقى شغالين يونيكاست يبقى معنى كده انا هدي بريوريتي لده رقم واحد وده بريوريتي رقم اتنين. ده بريوريتي واحد وده بريوريتي كام؟ اتنين. لو ده وقع ستيل واصل على كارت النتورك على السويتش بتاعي صح. فانا كل مره هنعمل برودكاست علشان نجيب الماك ادرس بتاع ام اللي هو ام ده واحد واثنين كل مره النتورك لود بالانس هيرد عليا برقم واحد اللي ليه البريوريتي الاعلى. لو هو داون ستيل واصل على السويتش فالرسالة هتوصل له برضو فهيديك داون تايم هيفضل يرد عليك رقم واحد مش هيتحول اوتوماتيك لرقم اتنين. طب الحل اعمل ايه؟ الحل ان انا ادخل مانيوال وامدي لده الاي بي رقم واحد.
ما هو مش هينفع بقى تغير الاي بي بس، تعكس الاي بيهم ما بينهم، فيقوم اللي ردد عليك اتنين. حلو كده. فكل اللي انت هتعمله ان انت تغير من تخليه من ويب واحد ده تخليه بدل ما هو واخد 192 168 واحد واحد تخليه واحد اتنين، والتاني تخليه واحد واحد فينقل الاتنين. في مشكلة؟ سهلة؟ الايه؟ لا انا ما بديش الماك انا بدي الماك ادرس على النتورك لود بالانس. ايه يا باشا؟ حاضر مفيش مشكلة. بص انا باجي السيرفرين دول بحطهم في حاجة اسمها نتورك لود بالانس، فالسيرفرين دول بيتشافوا از سيرفر واحد بالاي بي ده. حلو كده، اللي هو 192 168 254 او الاي بي اللي انا بحدده. خلاص، انما انا اقدر اعمل لهم ريموت مانجمنت، اقدر اخش على واحد واحد واقدر اخش على واحد اتنين عادي خالص. بس لو انا كلمت واحد واحد هو اللي هيرد عليا، كلمت واحد اتنين هيرد عليا، كلمتهم عن طريق الكلاسترنج او النتورك لود بالانس هيرد عليا اللي ليه بريوريتي اعلى. اتفضل. لا في نفس الصبغه. ما الماك ادرس هم مش واخدينه، هم فيزيكال ده اللي واخدها النتورك لود بالانس، عشان انا بكلمهم عن النتورك لود بالانس. انما كل واحد يعني انت لو جيت على السيرفر الاولاني وقلت له جيت ماك مش هتلاقي عليه غير ماك ادرس واحد بتاعه، وجيت على الثاني وقلت له جيت ماك مش هتلاقي غير الماك ادرس بتاعه بس. انما انت لما تيجي تكلمهم على الكلاسترنج او على النتورك لود بالانس هم بيردوا عليك بالماك ادرس اللي هو ام اللي هو بتاعهم. لا لا هو بيحددوا لوحده. وصلة كده؟ وصلة ولا فيها مشكلة؟ الكلام ده لو انا شغال يونيكاست، لو انا شغال يونيكاست معنى كده ان الراجل ده النتورك لود بالانس هيشيل الماك ادرس بتاع ويب 1 ويشيل الماك ادرس بتاع ويب 2 ويحط بداله ام. تمام كده؟ ام ده هو اللي انا اقدر اكلمهم عليه بالماك ادرس بتاعه. اتفقنا مع بعض لو ويب 1 وقع ويب 2 اوتوماتيك مش هينفع يقوم بداله، لازم اروح واغير الاي بي بتاعه، اديله الاي بي بتاع ويب بتاع ويب 1 علشان هو شايف الاي بي ده اللي ليه البريوريتي الاعلى فيقوم مطلعه. مش هيقلب، لا ما يقلبش لوحده. عشان هو النتورك لود بالانس كده لازم تهد الكلاسترنج وتبنيها من جديد عشان تحط له بريوريتي، عشان كده بنقول لازم تغير الاي بي. وصلت؟ اتفضل. لا ده في البرينتر مش نتورك لود بالانس، دي برينت بولينج، ده انت بتعمل بول ما بينهم. فاهم؟ لما تيجي لا واحد وقع خالص التاني يقوم، او واحد وقع خالص التاني يقوم. لا لا ما هم الاثنين شغالين في نفس الوقت، شغالين بس الريكوست ما بتجيش غير لواحد. ركز بس معايا واحنا ايه هشرح لكم حاجات تانية بس. يا واش يا واش اتفهمت الحتة دي؟ لما ايه؟ لما نكون ايه شغالين يونيكاست. طب بقى لو شغالين مالتي كاست، وهي دي اللي احنا بنحبذها، المالتي كاست بقى مختلفة عن اليونيكاست وافضل من اليونيكاست بكتير. هو احنا قلنا اليونيكاست بتشيل الماك ادرس بتاع ام بتاع بتاع ويب 1 وتدي له ام، وتشيل الماك ادرس بتاع ويب 2 وتدي له ام، صح كده؟ لا المالتي كاست بقى بتعمل ايه؟ المالتي كاست بتسيب لك الماك ادرس اللي على ويب 1 وتحط لك عليه ماك ادرس تاني.
حلو كده. ها وبتيجي على الويب تاني، الويب التاني ده، وتديله ماك ادرس برضو، اتنين ماك ادرس ام، والماك ادرس اللي هو بتاعه. لا هو هو بتدي للاتنين ام مع الاحتفاظ بالماك ادرس بتاعه. حلو كده. وبتعمل لي بقى حركة ظريفة قوي المالتي كاست. بتعمل لي ايه بقى لما انا اقول له انا عايز اشتغل مالتي كاست؟ السويتش لما بيجي يرمي على النتورك لود بالانس، النتورك لود بالانس بتعمل لك عمليه فلودنج. كلمه فلودنج يعني تطلع على كل البورتات اللي موجوده عندها. حلو كده. فهي باي ديفولت هتطلع على الويب الاولاني اللي ليه البريوريتي الاعلى، ويب 1 اللي ليه البريوريتي الاعلى. اما ردش عليها هيرد عليها اللي ليه البريوريتي الاقل اللي هو ويب 2. فكده تتم العمليه اوتوماتيك، محتاجش ان انا اغير الاي بي. تاني المالتي كاست بتعمل ايه؟ المالتي كاست هتديك اتنين ماك ادرس، ماك ادرس بتاعك الطبيعي، واديك عليه ماك ادرس تاني. خلاص. وكل واحد من الويب سايتس كده بتديه الاولاني وبتديه للتاني. تمام كده. لما تيجي حضرتك تبعت ريكوست لمية لواحد 254 هيوصل للنتورك لود بالانس. النتورك لود بالانس تعمل لك عملية فلودنج تطلعها لك على كل الايه الاجهزة اللي موجودة عندها في الحتة بتاعت الكلاسترينج بتاعت النتورك لود بالانس. تمام كده. الله يفتح عليك. لا مش اللي قايم يرد، اللي هيرد اللي ليه البريوريتي الاعلى. طب لو واقع هيرد التاني. ايه ما هو مش برودكاست، ما هو ما بيعملش برودكاست. انا بكلمه على واحد 254. هو كده لما يجي يعمل برودكاست هيعمله بالارض عشان يجيب الماك ادرس. هيجيب الماك ادرس اللي اسمه ام ويرميه على النتورك لود بالانس. النتورك لود بالانس تعمل عمليه فلودنج تطلع على كل اللي عندها. اللي ليه بريوريتي اعلى هيرد. طب لو مش موجود هيرد عليها اللي بعده. وصلت ولا صعبه؟ العمليه بقى دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على حاجه اسمها هارتوبيت نبضات. ماشي كده. النبضات اللي بتعملها دي بتعمل ايه بقى؟ النتورك لود بالانس بتبدا ان هي ترمي نبضات لسيرفر واحد وسيرفر اتنين علشان خاطر لو واحد ما ردش عليها تقوم نقله على طول على التاني. انا لما بعمل عمليه فلودنج دلوقتي ما بيردش. طب انا بعرف منين انقل ازاي على التاني؟ ان انا ابعت له نبضتين زي بنجايه كده. ما ردش خلاص واقع كده، انا عرفت ان هو واقع. فاهم؟ ابدا ان انا اعمل له ايه؟ ارمي بقى على التاني. خلاص. الكلام ده في المالتي كاست بس مش هو اوتوماتيك. في المالتي كاست طبعا. في المالتي كاست ده لازم اعمل عمليه مانيوال بايدي. طب ده ممكن واحد يعمل وانا مش موجود في المكان ده. مش موجود. مفيش حد بيشتغل مالتي كاست يوني كاست. مش حد بيشتغل يوني كاست بس هي عاملاها. بص سهله لغايه دلوقتي؟ فيها مشكله؟ لكم سؤال؟ حلو. الكلام بقى ده في مايكروسوفت بيتم على الحاجات اللي اسمها ستيتلس ابلكيشن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انا الابلكيشنز اللي عندي اي ابلكيشن، ويب سايت، ميل سيرفر، مش عارف ايه،
كل دي كلها اسمها ابلكيشنز اللي هي في لير 4 صح او في لير 7 صح كده. الابلكيشنز عندي منها نوعين، عندي حاجه اسمها ستيتلس ابلكيشن وعندي حاجه اسمها ستيتفول ابلكيشن. ستيتلس ابلكيشن وستيتفول ابلكيشن. كلمه ستيتلس ابلكيشن يعني معناها ابلكيشن ما بتتغيرش، ابلكيشن ما بتتغيرش. يعني ايه ابلكيشن ما بتتغيرش؟ يعني على سبيل المثال مثلا ويب سايت، شكل الويب سايت بتاعي ما بيتغيرش، بحطش عليه حاجه تانية، بحطش عليه اي حاجه مختلفه، كل ما افتح الويب سايت هو نفس الشكل. على سبيل المثال مثلا في الاكستشينج بيبقى في عندي حاجه اسمها الاوا. الاوا ده اللي انا بقدر من خلاله اكسس الميل سيرفر بتاعي عن طريق ويب. شكل الاوا ده، صفحه الاوا دي ما بتتغيرش، ثابته، صفحه ثابته. فاقدر ان انا اعمل ما بيني وما بينها نتورك لود بالانس بتاعت مايكروسوفت اللي هي الستيتلس ابلكيشن. الستيتلس ابلكيشن الستيتلس دي ما بتتغيرش. عندي شير فولدر مثلا، خلي بالك انا ممكن اعمل النتورك لود بالانس على الشير فولدر. عندي شير فولدر، شير فولدر الحاجات اللي جواه ثابته، الحاجات اللي جواه ايه ثابته. نفترض ان انا حاطط فيها حاجات ثابته، فاقدر ان انا اعمل نتورك لود بالانس عن طريق مايكروسوفت. اي حاجه ما بتتغيرش اقدر اعملها عن طريق مايكروسوفت، هي اللي اسمها الستيتلس ابلكيشن. طب لو ستيتفول ابلكيشن، واحد يقول لي طب ليه او اشمعنى مايكروسوفت ما بتشتغلش غير على الستيتلس ابلكيشن؟ لان زي ما انا ما بقول لك كده، اللي ليه بريوريتي اعلى هو اللي بيرد. فلو ويب 1 صاحي هفضل اعدل على ويب 1، ويب 2 مش سامع اي تعديلات. فلما يقع ويب 1 اجي اقوم ويب 2 مش هلاقي عليه كل التعديلات اللي انا عملتها. وصلت لك؟ عامل ما بينهم شير فولدر، كل ما اكتب 192 168 1 254 هيرميني على الشير فولدر او الفايل سيرفر 1 صح. لو جيت دلوقتي وقع 1 ده وجيت قومت 2، ما انا هرمي برضو على 1 254، مش هلاقي في 2 الفولدرات دي. فعلشان كده مايكروسوفت ما بتستخدمش غير الستيتلس ابلكيشن. تمام كده؟ فيها مشكلة؟ طيب خلاص مفيش مشكلة، غيرها على ده وغيرها على ده، براحتك. خلاص كده؟ فجم بقى اخترعوا لنا حاجة اللي هناخدها بقى، القصة بقى اللي هنكملها ان شاء الله في كورس الاكتف، حاجة اسمها الدي اف اس. عارفين الدي اف اس اللي احنا خدناها؟ الديستريبيوشن فايل سيستم. الدي اف اس كان في منها نوعين. باشمهندس محمد بيبص للسقف، ايه الدي اف اس ده؟ كان في منها نوعين، كان في حاجه اسمها نيم سبيس وحاجه اسمها ريبليكيشن. حلو كده؟ انتوا خدتوا النيم سبيس، هناخد بقى قصه الريبليكيشن. الريبليكيشن ايه بقى؟ ان انا اقدر ان انا اعمل اتنين شير فولدر، اللي عدله على الاولاني يروح يسمع في التاني اوتوماتيك. اللي عدله على الاولاني يروح يسمع في التاني اوتوماتيك، ومش شرط الفولدر يكون متشاير. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا الويب سايت بتاعي، الويب سايت بتاعي بيبقى موجود في فولدر، فبعمل على الفولدر ده ابلود وبعدل في صفحه الويب سايت والكلام ده صح. ده اللي احنا هنشوفه في الكورس اللي جاي، بس لما نتكلم عن عمليه الريبليكيشن هعدل في واحد اللي هو مين؟ واحد اللي ليه البريوريتي الاولانيه صح؟ هيقوم هو اوتوماتيك عامل حاجه اسمها ريبليكيشن، يعني يتبادل المعلومات مع الثاني فينقل له كل الحاجات اللي انا عملت لها ابلود. بس مش في النتورك لود بالانس ده، انا بسطب لها حاجه ثانيه اللي هي الدي اف اس. هتشتغل طبعا. حلو كده؟ يبقى ايه بقى الستيتلس؟ الستيتلس ابلكيشن ما بتتغيرش، ستيتفول ابلكيشن بتتغير.
فعلشان خاطر انا اقدر استخدم النتورك لود بالانس في حاجه بتتغير خلاص لازم انزل الدي اف اس بتاعت مايكروسوفت. كان زمان بقى كان في اختراع كده اسمه روبي كوبي. روبي كوبي كان كوماند لاين كده بتكتبه ينقل لك الحاجات اللي موجوده. دلوقتي شالوه وحطوا ايه الموضوع بتاع الدي اف اس ريبليكيشن. معايا كده؟ سهله بقى لغايه دلوقتي كده؟ طيب يبقى انا كده اقدر ان انا اعمل موضوع الكلاسترنج. طيب واحد يقول لي بقى يعني ايه بقى سنجل ومالتيبل؟ قلنا بقى يونيكاست ومالتي كاست فيها سنجل ومالتيبل صح؟ كلمه سنجل يعني معناها سنجل ادابتور يعني كارت نتورك واحد. يعني على الويب سايت ده بحط كارت نتورك واحد وعلى الويب سايت ده بحط كارت نتورك واحد واعمل ما بينهم نتورك لوب بالانس. خلاص لما اجي بقى اعمل ريموت مانجمنت يعني انا الراجل الديزاينر بتاع الويب سايت عايز اكلم الويب الاولاني اعمل ايه؟ اقوم كاتب الاي بي بتاع الويب الاولاني صح واكتب الاي بي بتاع الويب الثاني لو انا عايز افتح الويب الثاني. فقال لك كده لو انت شغال بسنجل كده في لود جامد قوي على كارت النتورك ده. ليه؟ لان كارت النتورك ده الناس بتاكسس عليه صح؟ اليوزر بيأكسس عليه. وكارت النتورك ده معمول عليه نتورك لود بالانس. وكارت النتورك ده معمول عليه الهارت بيت الهارت بيت. حلو كده؟ وكارت النتورك ده انت بتعمل عليه ريموت مانجمنت. ثواني كده. فكده كارت النتورك بتاعي ده عليه لود جامد صح؟ فقال لك لا ما انت ممكن تشتغل مالتيبل ادابتور. كلمه مالتيبل ادابتور يعني تحط كارتين نتورك خلاص. كارت يبقى للحوار بتاع النتورك لود بالانس وكارت تاني يبقى للريموت مانجمنت. لما يجي الراجل يحب يعمل ريموت مانجمنت يخش على السيرفر يخش عن طريق كارت ده يبقى سهل. يبقى هو بيتعامل من ناحيه واحنا بنتعامل في ناحيه تانية. لا كارت بقى ليه اي بي وكارت ليه اي بي تاني. وصلت ولا ايه ولا صعبه؟ ايه بتزد ماك ليه سهله فيها مشكله؟ يبقى دي كلمه سنجل ادابتور ودي كلمه مالتيبل ادابتور. براحتك بكل حاجه. اه مالتيبل اه هيبقى عندك بس ايه للريموت مانجمنت هو اللي تقدر تفصله عن العمليه بتاعت ايه اليوزرز دي. سهله العمليه ولا صعبه فيها مشكله؟ تيجي بقى نشوف العملي. حلو. النون فيل اوفر ان مفيش اصلا داون تايم. فيل اوفر لو انت هتشتغل بالمالتي كاست كده في داون تايم. باليوني كاست في كده داون تايم. الداون تايم بتاعك ايه؟ على بال ما تنقل الاي بي هات يعني على الاقل هتاخد 5 دقايق. انما التاني ده ما بتحسش باي فرق. فاهم؟ لا ما هو وانت بتعملها بيبقى عندك يونيكاست ومالتيكاست. هو انت ممكن بتختارها يعني تختار عندك الاثنين اوبشنز في الفيل اوفر برضه. خلاص اخر بقى حاجه بس استنى اقول لكم عليها قبل ما نبدا العملي. في حته بقى مهمه قوي. في بقى اختراع تاني غير مايكروسوفت بقى اسمه نتورك لود بالانسر. نتورك لود بالانسر مش بالانس بالانسر. ده وظيفته ايه بقى؟ هاردوير. الهاردوير ده بقى وظيفته ايه بقى؟ الهاردوير وظيفته ان حضرتك برضو ترمي على الهاردوير وتوزع الحمل على الاثنين ويب سايت. عارف بقى البرنت بولينج اللي انت كنت بتتكلم فيها دي اقدر بقى اعملها ان انا اقول له ايه بقى لو حد كتب www.x.com ارمي على السيرفر الاولاني راح جاي لك بعديه ريكوست تاني ارمي على السيرفر التاني راح جاي لك بعديه ريكوست تاني ارمي على السيرفر ده وهكذا. ده ديفايس هاردوير. طبعا الفورتي جيت بيعمل الموضوع ده جواه نتورك لود بالانسر. بتدي له برضو اي بي برضو
اي بي برضو وهو اللي حطه للكلاسترنج وهو بيهندل العملية دي. تبدأ ان انت تقول له ايه كل مرة مثلا ايه ارمي هنا مرة وهنا مرة، ارمي هنا مرة وهنا مرة. ممكن تقول له ايه لا لو ده وقع حول الريكوست على التاني. تقدر تلعب فيه اوبشنز بقى. في مايكروسوفت لا ما فيش الكلام ده، مش قوي يعني $2000 ولا حاجة. ما هي المالتي كاست واليوني كاست زي ما انا ما شرحتهم سواء في الفيل اوفر او في النون فيل اوفر. ما هم الاثنين فيهم نفس الاوبشنز. ما انت بص لو انت شغالها يوني كاست يبقى انت بتشتغل فيل اوفر، لو انت شغالها نون فيل اوفر يبقى بتشتغل مالتي كاست. هي دي القصه. بص يا عم هو ما بيخيركش، ما بيقولكش انت عايز تشتغل فيل اوفر ولا نون فيل اوفر. ده انا بشرحها لك عشان تبقى انت فاهم. هو بيشغلني على طول بيشغل فيل اوفر ولا نون. هو مش بيشغلها لك انت، بتختار يا اما مالتي كاست يا اما يوني كاست. اشتغلت مالتي كاست يبقى انت شغال فيل اوفر، اشتغلت مالتي يبقى انت نون فيل اوفر. بس هي دي الفكرة. سينجل ادابتور يا اما كارت نتورك واحد يا اما كارتين نتورك. ماشي يا رجالة ولا ايه؟ نشتغل. اللاب بتاعنا هيتكون من ايه؟ اللاب بتاعنا هيبقى عندنا الدومين كنترولر بتاعنا عادي خالص، وعندنا 2 ويب سايت. عندنا الدومين وعندنا ايه 2 ويب سايت، ويب 1 ويب 2. حلو كده. هنيجي على ويب 1. دلوقتي شغالين ايه؟ ستيتلس ابلكيشن صح. هنيجي على ويب 1 قلنا هناخد الاستيت فول المره الجايه في الثابت. ماشي. هنيجي هنا كده ونقول له ويب 1. نيجي هنا كده ونقول له احنا عايزين نعمل لك ويب 1.html. هنيجي هنا كده ونديله رقم 1. حلو كده. وهنبدا ان احنا نعمل انستول للاي اي اس. مش اي ويب سايت علشان خاطر نعمله بنعمل انستول للاي اي اس. خلي بالك الراجل ده نتورك لود بالانس كانت موجوده برضو في 2003 بس ما كانتش بتتشرح يعني. واخد 1.1 تقول ايه يا باشا؟ ما كانتش في المك، انا كنت بشرحها بس ما كانتش في المك. هي نفس الخطوات يعني ما فيهاش اختلاف. هتبدا تخش هنا في الرولز اد رولز. سيرفر رول وتبدا تعلم على الاي اي اس وتقول له ايه انستول نيكست. وهنيجي على ويب 2 هنعمل فولدر هنسميه ويب. و
ويب 2 دوت اتش تي ام. ومجازا مجازا يعني هنديله رقم 2، هناك ادينا له 1 وهنا ادينا له 2 علشان لما نوقع الثاني نعرف ان هو قوم ده، صح؟ المفترض ان احنا لو شغالين ستيتلس يبقى ده زي ده، بس انت فاهم انا عملت ليه ده 1 وده 2؟ عشان خاطر لما يوقع بقى فاهم، ها؟ عشان نعرف مين اللي فتح معانا. الله يفتح عليك. هنيجي بقى هنا كده في رولز برضو نعمل انستول للاي اي اس. اد رول next 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 install. ده طبعا اتعمل لها install، خلاص هنقول له close، نقفل ده، نفتح ال IIS. عايزين نعمل لك ويب سايت، ويب فيزيكال باص بتاعه، طبعا ايه على بورت 80. ممكن بس يعني كده يبقى يعني حلو كده. وهنيجي هنا بقى، تعالى بس كده كلوز، نخش على الويب سايت، اتاكد بس بقى من هنا كده ان الاثنين ويب سايت ايه شغالين. http://192.168.168.1.1 حلو، ده كده شغال. اديله بقى 1 2 شغال. في مشكله كده؟ كده الاثنين ويب سايت شغالين. هتيجي بقى على الويب الاولاني وتخش في سيرفر مانجر فيتشرز، عشان هي النتورك لود بالانس كانت موجوده في 2008 في 2003 ومتسطبه جوه الادمنستريتيف تولز،
فحضرتك هنا هتخش من اد فيتشرز، تقول انا عايز اد لك فيتشرز جديد. الفيتشرز اللي انا عايز اديها لك اسمها نتورك لود بالانسنج. حلو كده. بيقول لك هي دي كلاسترنج اللي هي الان ال بي، ماشي كده. بيقول لك ايه؟ ان الان ال بي انت حضرتك هتظبط الترافيك بتاعك، بس دي يوسفول فور ايه؟ ستيتلس ابلكيشنز، يعني الابلكيشنز اللي هي ما بتتغيرش. خلاص هتبدا تقول له نيكست انستول، وتيجي عند ويب 2 وتخش برضو في السيرفر مانجر فيتشرز، تقول له انا عايز اد لك فيتشرز نتورك لود بالانس انستول. كده انت بتعمل لها انستول على ايه؟ على الاثنين. حلو كده، على الاثنين ويب. على طول هتشوف الكلام ده. ما هو الويب على سيرفر، ما بتشتغلش غير على سيرفر، خلي بالك. طبعا خلاص كده تعمل لها انستول هنا لسه. طيب تيجي بقى على اي سيرفر منهم، على اي سيرفر منهم، يعني مش شرط السيرفرات كلها، لا اي واحد منهم، وتخش عليه الستارت في الادمنستريتيف تولز، هتلاقي نتورك لود بالانسنج نزلت اهي. اوف كده اقول له ايه؟ نيو كلاسترنج. هتقول له ايه؟ نيو كلاسترنج. هتقول له 192 168 واحد واحد اللي هو الاي بي ايه بتاعي، صح؟ واقول له كونكت. قال لك كونكت، وهو حس بكارت النتورك بتاعي. نيكست. قول لي انت عايز تديله بريوريتي كام؟ عندك من واحد قلنا لغاية ايه؟ 32. يعني اقدر اعمل 32 سيرفر. يا عم الواحد اعلى بريوريتي، الواحد اعلى بريوريتي. حلو؟ ها نيكست. طب قول لي بقى انت عايز تدي الاي بي بتاع الكلاسترنج ايه؟ اقول له 192 168 واحد 254 مثلا، مش شرط يعني مع واحد ما يقولش 254، لا انا بحطه بس اخر اي بي وخلاص. طبعا بالصبنة ماسك 255 255 255 0. حلو كده نيكست. طيب شايف لوحده راح قايل لك ايه؟ ادي الماك ادرس اللي هو هيبقى بتاع الايه؟ الجهاز الاولاني. هيبدأ يقول لك قول لي انت عايز تشتغل يونيكاست ولا مالتي كاست. اتفقنا يونيكاست يبقى معناه ايه؟ هيشيل الماك ادرس بتاع كل واحد ويخلي له ده. مالتي كاست هيبقى الاثنين موجودين، صح؟ فانا اقول له انا عايز اشتغل مالتي كاست. الاي جي ام بي ده بروتوكول برضو موجود كده زي الحاجات بتاعت سيسكو كده، الاو اس بي 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 اف والريب والحاجات دي، فاهم؟ ملوش استخدام عندنا يعني في مايكروسوفت، بس هم حاطينه كده يعني. نيكست. هيبدا يقول لك طيب قول لي بقى انت عايز تشغل الكلاسترنج على اني بورت. خلي بالك انا ممكن اعمل كلاسترنج على بورت 80 بس، يعني لو قلت له ادي هنا كده ممكن اعمل له الكلاسترنج على بورت 80 وهو شغال تي سي بي ولا يو دي بي،
وحضرتك شغال النتورك بتاعك ايه، مالتيبل ولا سنجل، وممكن تعملها على كله. احنا اتفقنا مع بعض البورتات من زيرو لغاية كام؟ 65,535 هعمله على حسب الابليكيشن مثلا. اه مثلا عايز اقول على الدي ام اس 35 بس. بس اه يعني كده مش هشتغل لود بالانس في اي حاجه. لا مش هشتغل لود بالانس في اي حاجه. ايه ايوه، ما فلترنج مود يعني لما يجي هو دلوقتي يعمل عمليه الفلودنج، يعمل عمليه فلودنج عليه، لو قلت له نان يبقى كده هو مش هيطلع لك بالنسبه لك انت على البورت بتاعك، مش هيطلع لك انت، ما انت كده ما عملتش عمليه فلودنج. سنجل يبقى انا بقول له انت تعمل السنجل على كارت النتورك بتاعي، فاهم؟ لما بقول له هنا نتورك، بص هو انا دلوقتي مش قلت له احنا دلوقتي لما نيجي نشتغل قدامك يا اما تشتغل سنجل يا اما تشتغل مالتيبل. كلمه سنجل يعني معناها ايه؟ نتورك، كارت نتورك واحد. لما تقول له مالتيبل اكتر من كارت نتورك، فانا ممكن اصلا ابقى مركب في السيرفر بتاعي كارتين نتورك وعامل عليهم كلاسترنج، واحد على واحد ببورت معين واحد ببورت معين. فانا بقول له هنا انت سنجل ولا نتورك، يعني اكتر من كارت نتورك. نان هنا يبقى انا بقول له ايه؟ لا انت لما تيجي تعمل فلودنج انا ما اسمعلكش. ما هو لو حضرتك لما كنسل باك 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 اهو، انا بمجرد ان انا حطيته قال لي انت ما عندكش غير انترفيس واحد. لو انا مركب كارت نتورك تاني كنت لقيته ظهر. فاهم يا عم؟ عندك كارتين او نتورك اكتر من كارت نتورك تقدر تعمل له كلاسترنج. انت ممكن تحدد له البورتات تقول له فروم كذا لكذا، فاهم معايا كده؟ هبدا ان انا اقول له فينش. طبعا ده اتعمل له انستول. كده تمام كونفرجد وتمام وشغال. طالما اداك علامه خضراء كده يبقى ايه؟ شغال. لو جيت دلوقتي على كارت النتورك بتاعك، لو جيت على كارت النتورك بتاعك دلوقتي وجبت البروبرتس بتاعتك، هتبص تلاقي ينزل لك حاجه جديده اسمها نتورك لود بالانسنج. شايفها؟ لما تيجي تدوس عليها كده مش هيرضى يفتحها لك. هو بس هتلاقيها النتورك لود بالانسنج دي علشان خاطر يحط لك عليها كارت النتورك بتاعك، يحط لك عليها الاي بي الجديد، ويحط لك عليه كمان الماك الجديد. الله يفتح عليك، لان انا شغال ايه؟ مالتي كاست، وعندي الاي بي بتاعي والماك بتاعي. اجي بقى بعد كده على نفس السيرفر اللي هو 1 وابدا ان انا اقول له ايه؟ انا عايز ااد لك هوست تو كلاسترنج، او ممكن اجي على ده واخش جوه النتورك لود بالانسنج واقف عليه كده واقول له كونكت تو اكزيستنج، يعني عامل كونكت عليها اللي هناك، مش هقول له بقى نيو كلاستر. معايا ولا ايه؟ ولا مش فاهمينها دي؟ بتشاور عليها. اه انت ممكن تعملها من هنا، يعني تيجي هنا كده وتقول له انا عايز ادلك اد هوست. الهوست بتاعك الاي بي بتاعه ايه؟ 192.168.1.2 كونكت. استنى بقى عشان ايه؟ كان الفاير وول هيبقى شغال على الاثنين، فممكن يعمل لنا مشكله وده بيكونكت عليه.
تمام كده، عمل كونكت اهو، عمل ديتكت عليه، هتبدا ان انت تقول له نيكست، هيبدا بقى يقول لك قول لي بقى البريوريتي اللي انت عايزها ايه. طبعا واحد خلاص ما بقاش فيه واحد بقى، فاهم؟ تقول له البريوريتي رقم 2 نيكست على اني بورتات. طبعا بقى ما سالنيش الكلاسترنج على اني اي بي، ومش عارف انت عايزها يونيكاست ولا مالتي كاست، لان ده انا بضيف واحد على اوريدي كلاسترنج اوريدي موجوده. فينش بيندينج، واول بقى ما يديك كونفرجد يبقى خلاص. تمام كده. لو جيت بقى هنا كده هتلاقي الاثنين اهم شغالين وسكتك خضرة، صح؟ بص بقى لو انا جيت دلوقتي هنا وفتحت السيم دي وقلت له بينج 192 168 1 254، ايه اللي حصل؟ بيعمل ريبلاي. عارف مين اللي بيعمل ريبلاي؟ الويب سايت الاولاني. اجي بقى انا هنا دلوقتي، لو جيت انا دلوقتي بقى هنا كده قلت له http نقطتين سلاش سلاش 192 دوت 168 دوت 1 دوت 254، قلت له انتر، ايه اللي حصل؟ رد عليا اول واحد، صح؟ انا ممكن بقى اجي بقى هنا وحنكش الحنكيش، اجي جودي ان اس انا كيوزر بقى، انا اهو انا يوزر اهو، حلو. اجي اقول له انا عايز اعمل لك نيو هوست ريكورد، حلو كده. الهوست ريكورد اسمه دبليو 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 او الياس نيم، اي حاجه بس انا هعملها هوست ريكورد، حلو. بيرمي على 192 168 1 254. في مشكله؟ اجي بقى انا دلوقتي هنا كده كل اللي انا هعمله اكتب دبليو 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 ايه هوست هوست ريكورد دوت سي سي جي دوت لوك، ايه اللي حصل؟ رماني على ايه؟ رماني على واحد، صح؟ طيب تعالى كده، ادي ويب 1 صح؟ اقفله كده. ويب 1 ماله؟ مقفول صح؟ مش موجود. تعالى كده ريفرش، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ رمالي على طول على 2. ما انا شغال مالتي اهو اوتوماتيك، مش العمليه تمت اوتوماتيك. بص لو انا دلوقتي جيت وفتحت ده، المفترض على بال بس ما يحس بيها يعني، ايه اللي حصل؟ رمك على واحد. طب بص لو جيت دلوقتي عايز اعمل ريموت ديسك توب، الفين وتمانية واحد بس، واحد بس.
بص دلوقتي لو انا قلت له 192 168 واحد 254، خلي بالك عشان انا قايل له ايه كله صح. عشان انا قايل له اشتغل على كل البورتات، الله يفتح عليك، اللي ليه البريوريتي الاعلى هو اللي هيكونكت عليه. اللي هو مين؟ ويب 1 صح؟ طيب تعالى كده نعمل لوج اوف ونيجي عند ويب 1 ده ونقفله. ونيجي نعمل ريموت ديسكتوب تاني على برضو 254. ليه فتح مين؟ ويبتو. شايف؟ ها. انا برمي على مين؟ انا ماليش دعوه انا برمي، انا برمي على مين؟ انا برمي على النتورك لود بالانس، ماليش دعوه بقى. يعني انا برمي على النتورك لود بالانس، ماليش دعوه بقى انا هو بقى جوه النتورك لود بالانس بيروح له الريكوست. هو بقى يعمل عمليه فلودنج حسب بقى انا مشغلها يونيكاست ولا مالتي كاست. ايه؟ لا ما ينفعش بقى. بص بقى يا سيدي، لو انت بقى دلوقتي دخلت حاولت بقى تحولها، ما ينفعش، لازم تهدها وتبنيها من اول وجديد. ايه يعني ايه تتغير مانيوال؟ لا يعني بص لو انا دخلت دلوقتي كده على النتورك لود بالانس، كلاسترنج بروبرتس، طبعا بيقول لك الاي بي ممكن اديت واغيره، فاهم؟ هنا ال 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 لا ممكن تغيرها، تصدق ممكن تغيرها خليها يونيكاست ممكن، بس هيعمل لك بقى ريفريش للسيشن تاني. ممكن تخليها يوني كاست او مالتي كاست، مفيش مشكله. ايه يا باشا؟ استنى بص، انت بتغيرها من على الكلاسترنج نفسها. اللي ما ينفعش تغيرها له، يعني ما ينفعش اجي هنا كده واقول له انا عايز يعني هوست بروبرتس وتيجي هنا كده في الكلاسترنج
كده وتيجي تقول له انا عايزها مالتي كاست او يوني كاست، انما بتعملها على مستوى ال 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 الكلاستر نفسه، بس طلع لك ايرور بقى اهو. انا بقول لك عشان هي النود بتاعها مالتيبل فهو شايفها مالتيبل، فاهم؟ عشان كده بقول لك بتهيس يعني. يعني هنا بقت يوني صح؟ يوني كاست. مش عارف يعمل ابديت. انما لو رجعتها الدنيا تشتغل. انت فاهم؟ فالحل ان انت تشيل الكلاسترنج وتعملها، بس مفيش حد بيشتغل يعني يوني كاست خالص. ما فيش مشكلة. تعال نغيرها من هنا. هو لسه يوني كاست اهي. دي ايه دي بس؟ يوني كاست ماشي. يوني كاست ماشي. مفترض بقى دلوقتي اهو احنا شغالين يوني كاست صح؟ كل اللي انا برضو هاجي اعمله هنا هبدا اكتب ده، هيفتح لي اللي هو واحد واحد صح كده؟ فيها مشكله؟ لو جيت بقى واحد واحد ده واحد واحد ده وقع، ما اصل لازم اكون شرح لكم الريبليكيشن كامل. شايف ايه اللي حصل دلوقتي؟ ما اشتغلش اهو. كلوز ما اشتغلش صح؟ هتيجي بس كل اللي انت تعمله تيجي هنا بقى. علشان الدنيا تشتغل معاك يعني. كده بص اهو ايرور اهو صح؟ علشان بقى الدنيا تشتغل معاك لابد ان انت تيجي على ويب 2 وتدي له الاي بي بتاع ويب 1. ما الدنيا اهو وقفت، كانت شغاله ووقفت، قفلت ويب 1. ايه انا دلوقتي شغال يوني كاست، مش انتوا اللي قلتوا عايزين تشوفوا اليوني كاست اهو؟ فقفلت ويب 1 فخلاص مفيش. هاجي بس على ويب 2 دلوقتي واغير له الاي بي. لا لا حولته بس ونفع. هنشوف بقى. وانا شفتها ان هي سمعت في الاثنين يعني. مفترض بقى نخلي ده ماله واحد واحد صح؟ عشان الدنيا تشتغل معايا. ما هو كان واحد اتنين، انا اخليه واحد واحد عشان يبقى هو اللي ليه البريوريتي الاعلى. ها بس تعالى بقى نفتح بقى كده هنا، نبدا ان احنا نيجي هنا كده
ده حاسس بالكلاسترنج لسه ولا ما خلاص ما هو واحد واحد ده واقع ما بقاش فيه بقى ده غير ده اللي على الحج وبس ده مشكلة ان هو مش حاسس بالتغيير لسه شايفها مالتو هي بس لازم بص عشان تشتغل لازم دي تتهد وتتعمل من تاني فاهم بس وانت هتغير الاي بي خلاص كده خلص بس مفيش حاجه تانيه البريوريتي بتتاخد على الاي بي فاهم سهله ولا صعبه طبعا انت ممكن تقف بقى وتغير البريوريتي صح بقى لسه هتتعاد تاني بقى لما تاخد الدي اف اس سهلة موضوع النتورك لود بالانس لكم سؤال فيه عايز تقول حاجة لا هتقولش بالانس سيرفر